إلى فقرة استوقفتني كثيرا يقال أن رجلا غنيا نظر من نافذته فرأى شخصا يخرج اشياء من القمامة فقال الغني الشكر لله إني لست فقيرا ولكن الفقير بدوره رفع نظره فرأى شخصا مجنونا يتجول في الشارع فقال أشكر الله إني لست مجنونا والمجنون نظر للأمام فراى سياره اسعاف فقال اشكر الله اني لست مريضا وفي هذه الاثناء شخص مريض في المستشفى شاهد جثه انسان ميت فشكر الله انه على قيد الحياه فقط الميت لم يستطع ان يشكر على شيء فلماذا لا تشكر الله اليوم على كل النعم التي لديك وعلى هديه الحياه ومن اجل هذا اليوم الجميل فماذا تعني الحياه حتى تفهم الحياه عليك ان تزور ثلاثه اماكن مستشفى وسجن ومقبره في المستشفى سوف ترى انه لا يوجد شيء اجمل من الصحه وفي السجن سوف ترى انه لا يوجد شيء اجمل من الحريه وفي المقبره سوف تفهم ان الحياه لا تستحق شيئا فالارض التي تدوسها الان سوف تكون سقفك غدا فنحن سوف نذهب بلا شيء لاننا جئنا بلا شيء لهذا يجب علينا ان نكون متواضعين امام الله وان نشكر في كل وقت